بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. إن شاء الله النهاردة في هذا الفيديو أنا أقول لكم ما هو أذكى حيوان في العالم. وطبعا هذا الحيوان من أنواع الطيور، يعني مش نوع الطيور، يعني هو قصدي يعني هو إن هو بيطير في السماء مثل الحمام ومثل البغبغاء، وهو نوع من أنواع البغبغاء. تمام، ما تنساش قبل بداية هذا الفيديو أن تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وما تنساش أن تشترك في هذه القناة وتضغط زر اللايك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وغريب في هذه القناة. زي ما شايفين حضراتكم احنا النهاردة موجودين في هذه الطبيعة الجميلة. وطبعا عشان ما اطولش عليكم، هذا الحيوان اسمه أو هذا نوع من البغبغاء اسمه البغبغاء جاكو، اسمه البغبغاء جاكو. وطبعا هذا لونه رمادي، يعني لونه رمادي وبيطير في السماء طبعا. وحبيت اقول لكم هذه المعلومة، وهو من اذكى الحيوانات في العالم. وهنا تكون نهاية هذا الفيديو، وشكرا والسلام عليكم.